السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحتكم مزيان؟ الحمد لله. اليوم غنحضر معاكم دجاج مفور. دجاج مفور بطريقتي. بسم الله. عندنا المقادير، عندي قزبر ومعدنوس، عندي الحامض مصير، حامضه صغيره او نص ديال وحده كبيره، عندي معلقه د الهريسه، عندي الزيتون مقطع، جوج دريسات ديال الثومه، هذه الكبده قطعتها طريفات، ولا كنتو غتفوروا الدجاج كثير الكبده حاولوا دوزوها في شويه ديال الماء سخون. عندي العطريه، عندي فيها معلقه صغيره ديال القزبر حبوب، معلقه صغيره ديال السودانيه، معلقه صغيره ديال الخرقوم او الكركم، نص معلقه ديال الابزار، ومعلقه سكينجبير، والملح على حسب الذوق، شويه ديال الروز نعمرو بالروز، زويته بلديه، سمينه حاره، ونرافقو مع خضيره. عندي خيزو، عندي البروكولي، عندي بطاطا، اي نوع الخضره عندكم ترافقوه بها راه كتجي زوينه. عندي هاد الفريري الصغير، واللي ما عندوش باش يدير فروج يدير نص او لا ربع على قد الجهد ديالكم ديرو. بسم الله. ندوزو دابا لطريقه التحضير. هانتوما البنات هادشي كله غادي نخلطو. غندير العطريه، ندير جوج معالق د الزيت بلديه، معلقه السمن، اللي ما كيبغي السمن ما يديرش، هاد السمن راه مصايبه على اليد، كتعرفوا السمن كيتواتى مع الدجاج. عصير حويمضه، نخلطو البنات كلشي، نشرملو الفروج. البنات راه كلشي كيعرف يشرمل وما يكرهش يتشرمل ليله من قبل. ندخلو له في الجنيبات ديالو هكا، نديرو الروز، نخلطو مع هاد الشرمولة. كاين اللي كيبغي يدير الشعرية الصينية، وكاين اللي كيبغي الروز، أنا كيعجبني بالروز. كنعمروه، نسدو عليه بحال هكا، هاد الروز البنات راه نديرو يتفور معاه، نديرو يتفور. وهاد الخضيرة تا هي إما نسلقها ولا نفورها في الجنب ديالو ونسوطيها، تتابعو معنا الشكل النهائي إن شاء الله. هانتوما البنات من بعد ما شرملتو أنا درتو في الكسكاس، داك شوية ديال الروز اللي بقى ليا أنا شرملتو درتو في الجنب، أنا غنديرو يتفور ونتقبلو داك الجنيبات ديالو مرة مرة بالقطيب، ديك ساعة ولا ساعة ونص راه كيطيب كيولي رطب. هانتوما البنات من بعد ما تفور لينا الدجاج راه ساعة وربع اللي بدا البخار كيطلع فيه، حسبت ساعة وربع. أنا غندهنو بزبيدة وندخلو للفران. كاين اللي كيبغي يدهنو بزبيدة والتحميرة أولا الزبيدة والهريسة، ديك الهريسة وديك التحميرة كيعطيو غير اللون، أنا غندير غير زبيدة وندخلو للفران يتحمر. ندوز نسوطي معاكم الخضيرة، ندوزو دابا نسوطيو الخضيرة، ديرو زويتها بلدية، شوية ديال المعدنوس، أنا راه عندي في الفريكو، شوية ديال التومة، شوية ديال السودانية،
ما كيبغيش الحار ما يديرهاش، نديرو مليحه. انا ملي فورتهم راه درت معاهم الملح، نزيد غير شويه ونديهم البوطه يتشحروا. نخليو واحد الشحال مزيان، هي نفس الطريقة نديروها البروكولي. هاد نفس الطريقة اللي درت الخيزو وبطاطا، الخيزو وبطاطا درت ليهم السودانية والبروكولي درت شوية د البزار. هيا نبقاو نقلبو فيه شوية بشوية حتى هو بغينا كيتفتت. ندخل ديك العطريه الوسط. ما تنساوش البنات ما مشتركش في القناه يشتاق. هانتوما البنات من بعد ما دخلت الدجاج للفران، انا فرشت كيف طبصيل الخص. احنا جبدنا الدجاج من الفران حطيناه في الطبصيل، من بعد ما سوطينا الخضره ديالنا احنا غنزوقوها بهذه الطريقه. زوين، وهذا هو الرز اللي كنا فورناه معاه، داك اللي بقى درناه في الجناب انا نحطو تا هو في الطبصيل.